أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فمجنك عينا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل ولا تنحر فأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Ey yeri göğü yaratan yüce Rabbim, okumuş olduğumuz sure-i celilelerden hasıl olan sevabı evvelen bizzat fahri kainat iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin aziz pak latif ruh şeriflerine hediye eyledik haberdarıyla. Adem peygamberle bizim peygamberimiz arasından ne kadar peygamberi azizan efendilerimiz geldi geçtiyse, sahabe-i güzinin, tabiinin, tebeüt tabiinin, evliyaullahın ve şayhanın ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik haberdarıyla. Ya Rabbi şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik haberdarıyla. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, hasaten kabirleri başında bulunduğumuz ya Rabbi deprem şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik haberdarıyla. Ya Rabbi gazilerimizin ruhlarına hediye eyledik haberdarıyla. Nesilleri kesilmiş bize de bir Fatiha salacak kimseler yok mu diyen ehli imanın ruhlarına hediye eyledik haberdarıyla. Ya Rabbi cümle geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik haberdarıyla. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, şu anda kabirde bulunduğumuz kabirde böyle felaketler bir daha yaşatma ya Rabbi. Şu anda acı içinde kıvranan kardeşlerimize sabr-ı cemil ihsan eyle ya Rabbi. Yaralılarımıza acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.